انبي من الانديه اللي ممكن نقدر نقول عليها انه نادي ليه تاريخ، نادي ليه تاريخ في الدوري المصري، ليه تاريخ في الكره المصريه، نادي حصل على بطوله كاس مصر قبل كده، اسم كبير بقى، اسم بصراحه كان محتاجه الكابتن احمد، وهم كمان كانوا محتاجين الكابتن احمد. فالامور بالنسبه لك شايفها ازاي الفتره اللي جايه مع نادي انبي؟ كلامك مظبوط يا كريم، نادي انبي نادي كبير، ونادي قبل كده خد بطوله، ونادي عنده من يعني السنوات السابقه نتائج كبيره ومراكز متقدمه، وعنده قطاع كبير، هو من قطاع البترول طبعا، يعني مؤسسه البترول، فحاجه يعني محترمه، وعنده قطاع ناشئين محترم، فطبعا يعني شرف ليا ولاي مدرب ان هو اسمه مرتبط بنادي انبي النادي العريق. انبي السنه اللي فاتت بدا الموسم بشكل محترم جدا، نهى الموسم بشكل مش جيد خالص، وكان عنده موقف صعب في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بس عنده عناصر كتيره كانت الموسم اللي فاتت مميزه، معظمها رحل عن الفريق، واصبح الفريق الان بقوام في ناشئين، لاعبين ما عندهمش خبرات شويه الدوري الممتاز، جايين من الدرجه الثانيه مع بعض الخبرات القليله، يعني عدد قليل من اللاعبين. القوام ده، قوام الفريق ده، تقدر تعمل بيه ايه الموسم اللي جاي لما انت شفته واشتغلت معاه؟ والله طبعا هما لما اتكلموا معايا رئيس النادي طبعا يعني الاستاذ ايمن الشريعي يعني اتكلم معايا وقعد معايا، قال لي احنا يعني كابتن احمد كشري بالنسبه لنا مع الهدف اللي في دماغنا او المشروع اللي في دماغنا هو اللي يوائم الحدث بمعنى صح. هم عندهم قطاع ناشئين قوي صح، عندهم لعيبه بتلعب في منتخبات الشباب والمنتخبات المنتخب الاولمبي، عنده من العناصر المميزه موجود لعيبه كتير. نادي انبي بقى بعض يعني او معظم الانديه الكبيره بتطلب اللعيبه المميزه اللي عنده، جون ابوكا، مصطفى شلبي، علي فوزي، محمود جاد، ما ننكرش ان هم السنه اللي فاتت كانوا هم العوامل الرئيسيه في النتائج الايجابيه لفريق انبي، لكن سنة الحياة التغيير، زي ما جه مصطفى شلبي وجي لعيبة وتألقت مع نادي انبي، ان شاء الله تيجي لعيبة تانية وتكمل التألق اللي شاهده اللعيبة اللي قبله. انا من المدربين يمكن اللي بحب اشتغل على المجموعة، اشتغلش على فرد صح، فدي بالنسبة لنا بتبقى النجم فيها هو الفريق صحيح، مش اللاعب صحيح، اي لعيب يخرج يخش فيها ما بيفرقش كتير معايا، المهم ان يبقى المجموعه كلها حافظه الطريقه اللي بنلعب بيها. فان شاء الله لا باذن الله نعمل حاجه كويسه في الفريق. قوام الفريق دلوقتي شايفه كامل ولا لسه في نواقص بتحاول تكملها؟ مش هضحك عليك، انا لما جيت طبعا برضو يعني للعلم انا جيت كان الفريق بنسبه 90% معمول، يعني الفرقه موجوده، انا اللعيب اللي طلبته من مجلس الاداره اول ما اتعاقدت طلبت رفيق كابو، وقلت انا محتاجه لان بيوائم الفكر بتاعه والاسلوب بتاعه ويتناسب مع نادي انبي وحجم نادي انبي. والحمد لله يعني ايمن بشريعي يعني رئيس النادي الراجل ايه يعني جاب لي اللاعب، وكانوا في مفاوضات كبيره هو ولجنه الكوره، اللجنه المحترمه اللي فيها ناس يعني افاضل ومجلس الاداره جابوا